تاني استاذ سامر. دكتور احمد، يعني سامر مريض جه لحضرتك وزنه 150 كيلو بيعاني من سمنه مفرطه، حضرتك اتعاملت مع الموضوع ده ازاي؟ وشاب صغير واكيد كان محبط جدا، كانت حالته النفسيه سيئه جدا، اتعاملت مع الموقف ده ازاي؟ هو الفكرة ان القعدة او الجلسة التمهيدية اللي هي قبل اجراء العملية اللي احنا بنختار فيها العملية، بندرس المريض بشخصيته بارادته بنوع اكله بالعادات الغذائية الصح والغلط. انا بعتبرها دي اول خطوة في طريق النجاح بعد لاجراء العملية. سامر كان من الناس اللي هم بالك ايترز، اللي بياكل كميات من الاكل العادي اللي احنا بناكله، مش سويت ايتر. بياكل عيش كتير، بياكل رز، يعني كان ممكن ياكل، انا ما اتذكر 3 4 ترغيفة في وجبة واحدة، ممكن ياكل طبق رز كبير، ياكل فراخ كتير، ياكل لحمة، مكرونات، ويطلع ويحلي. ولو خرج بره ياكل كذا ساندوتش بس مش بيحب قوي الحلويات. فهو وما كانش مدمن حلويات بالظبط، الى جانب ان هو سنه صغير ولسه في بداية حياته. فكنا في دايما في الوضع اللي زي كده، مع اننا دايما بنقول التحويل المصغر هو العمليه الاقوى وهو اللي يعيش وهو كذا كذا، بس زي ما قلنا قبل كده كل مريض له عمليه بتبقى متفصله على مقاسه. اللي كان مناسب لسامر ان احنا نعمل جراحات تصغير المعده، احدى جراحات تصغير المعده اللي هي يا اما التدبيس الحديث يا اما التكميم او الحزام المعده او البالون. احنا اخترنا لسامر التدبيس الحديث لسببين. اول حاجه عشان نقطه البالك ايترز، وان هو معظم اكله كميات كبيره، كميات، والتدبيس شاطر جدا في هذا الاجراء هو والتكميم. ان هو يحكم المريض في الكم اللي بياكله، بيخليه يوصل لدرجه من الشبع والقناعه بعد كميه بسيطه من الاكل. زي ما حضرتك شايفه على الشاشه، التدبيس حاجز صغير في المعده بيخلي المعده جزء صغير اللي شغال، وبقيه المعده اللي هي القبه اللي قدامنا على الصوره دي كان موجوده، مفيش استئصال، بس كانها مش موجود. بيشغل مكان في المعده، بيضيق السكه على الاكل. يعني السكه بتاعه الاكل بتبقى ضيقه، الاكل نازل من المريء بيلاقي جدار على شماله وبقيه جدار المعده على يمين. يبقى الاكل هو ياكل مثلا ربع رغيف، تلت رغيف، هياكل 3 4 معالق رز، هيقلل في الوجبات اللي هو متعود عليها، هيحس بالشبع، هياكل حته لحمه صغيره، هياكل حته فرخه صغيره، شويه هياكل مثلا تفاحيه او نص تفاحيه. يبقى هو هيقدر ياكل من كل الاكلات بس كميات بسيطه. يبقى احنا عملنا تقريبا ريدكشن لكميه الاكل مع احساسه بالقناعه، وده اللي بيفرق بقى عن الدايت. ما هو الدايت هتحطي له الكميه دي وتقولي له كله وما تاكلش اكتر من كده، وممكن يقوم جعان جدا ويبقى نفسه في الاكل. صح، هاو كام ان شخص يقدر ياكل او شهيته طالبه ان هو ياكل 3 4 ترغيفه، نديله نص رغيف ونقول له اكتفي. ده حاجه بتصيب الاحباط والاكتئاب، ومفيش مريض بيقدر لو قدر يعملها شهر 2 6 شهور سنه استحاله تطلبي منه انه يفضل العمر كله. وبالتالي مش هقول لك 80% ولا 90%، 100% من المرضى اللي عندهم سمنه مفرطه وزنهم عالي وبيحاولوا بالطرق التقليديه انهم يخسوا، 100% منهم لازم يرجع تاني في مرحله ما. هي تفرق بقى قراراته، هيرجع ازيد. دي المشكله. ما هو سامر كان 130، عمل دايت مره رجع بقى 140، عمل دايت بعدها بفتره كان 140 رجع بقى 150، لقى نفسه. وده اللي انا بقوله للناس، النظم الغذائيه في السمنه المفرطه مضره وليست مفيده. اوكي، بنقول للمريض لو مش هتعمل عمليه اعمل لايف ستايل تشينج، ما تعملش نظام غذائي، غير بعض عاداتك الغذائيه وانواع الاكل اللي انت بتاكله، وقلل الكالوريز عشان تقدر تصمد على كده ويبقى اسمه لايف ستايل وتعيش عليه على طول. فلو خسيت بيه 20 كيلو وحافظت عليهم يبقى ده نجاح. طيب دكتور احمد، احنا عرفنا دلوقتي، عايزين نعرف كل المشاهدين، لما سامر جه لحضرتك انت بقيت شويه بتتكلم معاه بعيدا عن اي حاجه، بعيدا عن العمليه او اي حاجه، انت بقيت بتشوف هو بيحب ياكل ايه وما بيحبش ياكل ايه. ما هو لو العمليه مش مناسبه للطبع الطبيعي اللي الشخص عليه، يبقى ده اول خطا في اجراء العمليه. لو انا اخترت عمليه ما تناسبوش، يبقى انا ضريته وما فدتهوش. لو انا اخترت له عمليه اوفر عليه برضه انا ما فدتهوش. يعني التحويل المصغر كان هيديله نفس النتيجه اللي هو عليها واقوى سنه، هنقول اقوى 10%، بس كان هو كشخص لسه في بدايه حياته، شاب صغير،
كنا هنقول له خد فيتامينات 6 شهور مجهوده اقل شويه. بعد سنتين كنا هنعمل تيست للفيتامينات اللي ممكن تقل ممكن نديله. طب ما احنا في غنى طالما عندنا العمليه اللي تديله النتيجه سواء التكميم او التدبيس الحديث ومن غير ما نعمل اصلا ما ندي فيتامينات 6 شهور ولا نقيسها ولا كلام من ده خلاص. طب دي العمليه المناسبه للحاله دي او وعشان كده اخترنا هو الحقيقه كان ساعتها كنا بنتكلم تدبيس ولا تكميم. انا اديتهم الاختيار في النقطه دي، يعني انا بحدد للمريض بتخير المريض في درجه معينه طالما تصلح له دي او دي بنخيره. قلنا تدبيس اوكي، تكميم اوكي. دي ما فيهاش، ده تصغير معده، ده التكميم اللي على الشاشه. التكميم اللي على الشاشه بيبين ان في جزء من المعده تم استئصاله وبيدي نفس النتيجه، معده صغيره، جوع، احساس بالشبع الدائم، جوع طبيعي لما المريض ياكل كميه بسيطه بيشبع. وبالتالي المريض برضو خد نفس الفايده بتاعه التدبيس الحديث. بس دي فيها استئصال جزء من المعده. احنا علميا نشوف الاستئصال حاجه كويسه، لكن المريض وسامر احد الناس اللي شاف ان التكميم بالنسبه له حاجه مش كويسه. ليه بقى يا دكتور؟ عشان في استئصال جزء من المعده. كلمه استئصال جزء من المعده نفسيا حتى واحنا بنطمن الناس بعض الناس ما بيحبهاش ويقول طالما عندي اختيار تاني ما يخلينيش اعمل استئصال. طب ليه اعمل استئصال؟ سواء التدبيس كان يديله الاوبشن بتاع النتيجه الكويسه من غير استئصال، والتحويل كان يديله، التحويل كان هياخد فيتامينات، التدبيس مش هياخد. هو مش سويت ايتر، هو ما عندوش سكر. قلنا يبقى بلاش التحويل، نعمل له التدبيس. دكتور احمد هرجع لحضرتك.